مقارنة مع العام الماضي اللي عندها طبعا معروف الظروف تاع العام الماضي هذا 20 سنة لكن تقديرات مقدرات من مليون و 200 قنطار سنة العام اللي فات ربما كان إجمالي هو 2 مليون قنطار منها جزء يدخل عندنا وجزء اللي حلقاء عند الجلة لكن متفائلين بهذه المنطقة اللي هي مقارنة مع مناطق الشمالية أن الفلاح يعتمد على السقف وبالتالي كان عندي نوع من الاستقلالية فرافور والنور في الولاية. وفرنا تقريبا 120 مليار دينار لدفع مستحقات كل الفلاحين على مستوى وطني راهي جاهزة وبدينا في الجنوب بدينا الناس نخلصوا فيهم على كل حال نتوجه منا الفلاحين لإخواننا الفلاحين يعني نتكلم قبيل إذا كان فتحوا كل فلاح حساب بنكي على مستوى بنك بدر اللي راهو يعني متعامل معنا نتعاملوا معه راح تكون حتى يعني مدة انتظار يعني القبض تاع مستحقاتهم راح تكون يعني ضيقة جدا نقدروا نوصلوا حتى 24 ساعة نخلصوا.